ما هي أقل درجة حرارة سجلت في الكون؟ درجة الحرارة في باطن الشمس هي 15 مليون كلفن تقريبا، وتقل كلما اتجهنا نحو الخارج لتصل إلى 5800 كلفن عند سطح الشمس. والشمس كسائر النجوم التي بحجمها وعمرها تقل الحرارة كلما ابتعدنا عن مركزها أكثر، وتقل أكثر وأكثر كلما ابتعدنا عن المجرة، وتبلغ درجة الحرارة في الفراغ الشاسع بين المجرات 2735 كلفن، حيث تم الحصول على هذا الرقم من خلال القياسات لإشعاع الخلفي الكوني. إن من أقل درجات الحرارة المسجلة في الكون تقع في الفراغ الشاسع الموجود بين المجرات كما ذكرنا، ومن المحتمل أنك تفكر بأن 2735 كلفن هي أقل درجة حرارة مسجلة على الإطلاق. بالفعل هذه الحرارة باردة جدا، فهي فوق الصفر المطلق ب 2735 درجة فقط. الصفر المطلق للإشارة هو ناقص 273 درجة مئوية، لكنها وبالرغم من أنها أقل درجة حرارة طبيعية، فإنها قد تم تسجيل درجات حرارة أبرد منها بكثير جدا. إن من أبرد الأجسام الطبيعية التي تم رصدها في الكون هو سديم بومرانج، والذي يقع ضمن كوكبة سنتوروس، حيث يبعد عنا حوالي 5000 سنة ضوئية، حيث وجد العلماء في سنة 1997 أن درجة حرارة الغازات المنبعثة من مركز النجم المحتضر بعدما تمددت وبردت قد وصلت إلى درجة كلفن واحدة فقط، الصفر المطلق. ويحافظ السديم على درجة الحرارة المنخفضة هذه كثلاجة كونية في الفضاء. وقد استطاع العلماء قياس أبرد درجة حرارة مسجلة على الإطلاق، وهي 100 بيكو كلفن، وهي من صنع بشري، حيث أنه باستخدام معكوس دورة كارنوت تم صنع الثلاجة، وللحصول على درجة حرارة كهذه فستحتاج إلى ثلاجة نووية، وتم تسجيلها في مختبر درجات الحرارة المنخفضة الموجود في فنلندا عن طريق تبريد معدن الراديوم. الأمر الذي تم ليس من أجل التبريد فقط، بل من أجل دراسة مغناطيسية نواة عنصر الراديوم، حيث أن معدن الراديوم نفسه يصبح موصلا فائقا عند درجة الحرارة الانتقالية المعروفة لكل العناصر، والموصل الفائق هو مادة ليس لها مقاومة، أي أن التيار سيسري فيها للأبد دون الحاجة لبطارية بشكل دائم، الأمر الذي يشبه السائل الذي لا يمتلك احتكاكا داخليا، فهو سيستمر بالجريان للأبد.